برضو أيمن، أنا محتاج أعرف متى يمكن أن نجد أرقام يمكن البناء عليها خلال الفترات اللي جاية؟ يعني أنا عشان أتكلم في الموضوع ده عملت إيه؟ قعدت مع عمر ومع هشام ومع حاتم واتكلمنا في هذا الأمر. إحنا عايزين نتكلم في الموضوع ده، فنقعد، فهنوصل للأرقام إزاي؟ من خلال سوشيال ميديا، مظبوط، أو من خلال جوجل، أو من أي حاجة، صح؟ صح. فبالتالي أنا هيكون عندي أرقام أساسية أقدر أتكلم فيها، أو شكل أقدر أتكلم فيه. إمتى في مصر؟ هل أنا دلوقتي لو بحثت عن اقتصاد كرة القدم في مصر، هل من الممكن أن أنا ألاقي أرقام؟ صعب جدا. حتى كابتن إسلام ممكن تلاقي مثلا حاجة تخص النادي الأهلي بصفة أموره مثلا معلنة بشكل ما، إلى حد ما نادي الزمالك. لكن لو هتتكلم على الاقتصاد بشكل عام، الأندية في مصر بتكسب بتخسر، الكرة في مصر بتكسب أو بتخسر، مش هتقدر تقف على حاجة، لأن مفيش زي ما نقول كده نظام متبع، أو في لوائح معينة، أو في خبراء اقتصاديين شغالين على الملف ده، سواء في الأندية أو في الاتحادات. احنا بنتكلم في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. النهاردة وإحنا هو 2022، خلاص بنخلص داخلين 23، الأندية مش بس مصادر دخلها ممكن يبقى بيع وشراء اللاعبين زي ما كريم قال، لا، ده في الديجيتال نفسه اللي هو الأندية، الصفحات بتاعت الأندية على السوشيال ميديا بتدخل لهم مبالغ، في أندية بتدخلها مبالغ طائلة. النهاردة ممكن يجيب لاعب، مجرد لاعب مثلا من آسيا، لاعب من أفريقيا، لاعب من مكان معين، عشان يستفيد من حجم شعبية هذا اللاعب، ويخلي ان البلد مثلا عنده لو فيها ملايين السكان مثلا يتابعوا النادي ده او يتابعوا الفريق ده، ويشتروا التيشيرتات. محمد صلاح اللي احنا حطيناه بالظبط، يعني تخيل، بقول لك يعني انت لو عندك هنا، انا اسف ان انا قاطعك، ولكن عشان هي دي ارقام حقيقيه من الدوري الانجليزي مطلعها، مش انا، ان محمد صلاح لما او ليفربول لما بيبقى بيلعب 85% من هنا في مصر، 85% من المصريين او من اللي بيتفرجوا او اللي بيتابعوا الدوري الانجليزي بيتفرجوا على نفس العدد. 80% فقط لو دوري، لو مباريات الدوري المحلي شغاله 80% بيتفرجوا، ولو مباريات الدوري الانجليزي 85% بيتفرجوا. اه طبعا، على الدوري الانجليزي، على ليفربول. ده اصلا شقه ليفربول، يعني محمد صلاح نفسه قال كلمه في احد حواراته قبل مباراه مانشستر يونايتد، قال انا في مصر كان معروف ان الشعبيه الاكثر مانشستر يونايتد وارسنال، لكن لما انا بقيت موجود في ليفربول شعبيه ليفربول في مصر كبر. فهم نفسهم واخدين بالهم من حاجه زي، وبيلعبوا على الموضوع ده دلوقتي. وهو محمد صلاح تم التجديد ليه بمبلغ كبير بسبب الكوره بس، صح؟ لا طبعا، اقتصاديا كمان هو قوه كبيره جدا. النهارده الانديه اغلبها في اوروبا دلوقتي عندها صفحات معينه شغاله بسيستم على الشرق الاوسط ومصر، وبيتكلموا باللغه بتاعتنا والافيهات بتاعت الافلام بتاعتنا وكل حاجه. ليه؟ عشان خاطر هو يجذب ان احنا نبتدي نشير ونكومنت عندهم، فده بالنسبه لهم استثمار. فهي المشكله زي ما نقول هنا كابتن اسلام في مصر، ان مفيش سكيل واضح لموضوع الاقتصاد. النهارده احنا الحلقه اللي فاتت واحنا بنتكلم عن اللعب المالي النظيف، لحد النهارده برضه ما عرفناش ايه اللائحه اللي تخص اللعب المالي النظيف والمراقبه. فمفيش مراقبه على شكل الاقتصاد بتاع الانديه، مفيش الناس شركات. الناس كلها اتكلمت في هذا الامر، ولغايه امبارح ولا اول امبارح الناس بتتكلم في اللعب المالي النظيف، واتحاد الكره ما بيمرضش. مجرد ان احنا بس فتحنا الموضوع يشوف يعني ساعه ولا اقل من ساعه كمان بالزبط. لكن حتى هذه اللحظه الناس بتتكلم فيه ومحدش قال لنا ايه اللي ممكن يحصل بالظبط. يعني كابتن اسلام يعني، فهي الفكره لازم لازم كل نادي يبقى عارف ايه دوره، هو يقدر يشتري، يقدر يبيع، يستفيد ازاي الشعبيه. النادي الاهلي مثلا النهارده الشعبيه زي ما كريم قال جمله مهمه، فكره توزيع الرعايه والبث والحاجات دي، بيبقى في بعض الدوريات في لوائح بتنظم ان في انديه بتتساوى، يعني في مبلغ مالي بيتوزع على كل انديه، لكن في الاخر انا اسف